هل من الممكن إثبات عدم وجود شيء؟ سؤال مهم وكتير من الأحيان معقد في الدوائر الفلسفية. إزاي من الممكن نقدم دليل أو على الأقل سبب مقنع على عدم وجود شيء بما في ذلك الله نفسه؟ في على الأقل 3 طرق للإجابة على السؤال. الأولى عن طريق إظهار إن الشيء المراد إثباته مستحيل، impossible. على سبيل المثال لو بقولك إن في جيبي مربع مدور، أنت أكيد متأكد إني بكذب عليه، لأنك متأكد إن من المستحيل وجود مربعات مدورة. الأشياء المربعة طبقا لتعريفها تفتقد بالضرورة الجوانب الدائرية. طريقة تانية إننا نجادل على عدم وجود أدلة كافية على وجود الشيء، بالرغم من المقولة الفلسفية الشهيرة غياب الأدلة ليس دليل على الغياب، absence of evidence is not an evidence of absence، إلا إن في بعض الحالات انعدام وجود الأدلة على وجود شيء ما بيقدمش مبرر منطقي عقلاني للاعتقاد في عدم وجود الشيء. وأخيرا الطريقة الثالثة هو إننا نظهر غياب أثر أو دليل مطلوب وجوده بالضرورة في حالة وجود الشيء. يعني مثلا لو بقولك إن الجو كان عاصف وممطر امبارح، لو الشوارع جافة ومفيش فيها أثار لبرك المية نقدر نستخدم ده كحجة على عدم وجود العاصفة امبارح. التركيبة دي هي نفسها المستخدمة في أشهر الحجج على إثبات عدم وجود الله المعروفة في أدبيات الفلسفة بإشكالية الشر The Problem of Evil، اللي بتتبع نفس النهج. لو في وجود لله لابد من وجود أدلة على وجوده في الكون، العالم هيكون مليء بالخير وخالي من الشر طبقا لتعريف الله كامل الخير القدرة والمعرفة. في كل أركان المعمورة المعاناة سمة الحياة، لا توجد بقعة على الأرض خالية من الألم أو من المعاناة، الكائنات الحية كلها سواء بتقع تحت الألم والمعاناة. علشان نكون منصفين، العالم أصبح مكان أفضل للحياة مقارنة بحالته في حياة أجدادنا من البشر الأوائل الهومو سابينز. البشرية قطعت شوط طويل من التحكم والسيطرة على صراعاتها أو على الطبيعة نفسها، لكن العالم مازال مش يوتوبيا على الأقل لحد دلوقتي. القرن 20 شاف مآسي وآلام كبرى، أكتر من 500,000 إنسان مات بسبب مرض الجدري، وأكتر من 200 مليون حياة انتهت بسبب الحروب المتعددة، ومرض نقص المناعة الإيدز HIV قضى على حوالي 12 مليون إنسان بس في 15 سنة. قائمة الكوارث طويلة جدا، لكن الأمل دايما قائم إن قرن جديد حيجي برخاء سلام وشر أقل في العالم، ويمكن القضاء على الشر تماما. الرغبة متوفرة عند معظم الموجودات العاقلة بالقضاء على الشر تماما في العالم. لو توفرت القدرة لانتهى الشر في العالم، لكن هل في كائن عنده القدرة على القضاء على الشر تماما؟ على الأقل عند غالب المؤمنين من البشر لو الله له وجود فعلا طبقا لتعريفه كائن كامل القدرة المعرفة والخير، أكيد حيقضي على الشر والمعاناة تماما. إذن ليه ما زال في شر في العالم؟ أو زي ما ديفيد هيوم عبر عن الإشكالية بدقة في عمله المهم حوار بخصوص الدين الطبيعي Dialogue Concerning Natural Religion سنة 1988، هل الله عنده النية على منع الشر لكنه غير قادر؟ إذن لابد أنه ضعيف Impotent. هل الله قادر لكن ليس لديه نية؟ إذن لابد أنه مؤذي Malevolent، ولهذا يوجد شر. يمكن دي أشهر صورة من إشكالية الشر اللي بترجع جذورها للفيلسوف الإغريقي إبيكيروس، لكن صورها تعددت وتشعبت عبر العصور المختلفة. لكن قبل ما نتعرض للحجة والإشكاليات المتعلقة بيها، هنحاول الأول نفهم طبيعة الشر.